فريق الأول لكرة السلة بدأ النهاردة الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية، واللي هيبدأ يوم 11 فبراير اللي جاي على صالة حسن مصطفى. الفريق كان أخذ امبارح راحة من التدريبات بعد فوزه على مصر للتأمين بنتيجة 72-66 في الجولة الأخيرة من ترتيب الفرق الثمانية. اللاعب المحترف الجديد سترابري شارك في التدريبات النهاردة بعد ما وصل امبارح للقاهرة. كمان النيجيري اك دياجو والامريكي مايكل ماكيني هيوصلوا بكره الظهر باذن الله، وده علشان ينضموا لتدريبات الفريق، وده للاستعداد طبعا للبطوله. احنا عارفين ان الزمالك هيقابل في نصف نهائي كاس العالم للانديه فريق سان بابلو بورغوس الاسباني ممثل اوروبا وهو حامل لقب النسخه الاخيره، وفلامينجو البرازيلي ممثل امريكا الجنوبيه هيلعب مع لاكلاند ماجيك الامريكي. كل التوفيق طبعا لرجالتنا رجاله السله، ويقدروا ان هم ان شاء الله يعملوا اداء مشرف في كاس العالم للانديه، يعملوا مفاجاه في مباراه نصف النهائي، كمان يفوزوا بدوري السوبر. يعني ان شاء الله البطوله الافريقيه ان شاء الله يكون موسم مليء بالانجازات ويفرحونا زي ما قدروا يفرحونا الموسم اللي فات.